وعجزت أي الحكومة عن إصلاح صندوق المقاصة في اتجاه الاستفادة الحصرية للمحتاجين إلى الدعم، ولم تشرع. وقبل ذلك من الضروري الإشارة إلى الزيادة التي أعلنت بالأمس على قنينة البوطة الكبيرة بعشر دراهم والصغيرة بدرهمين ونصف، ولم تشرع بعد في إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ولا في إصلاح صناديق التقاعد. أما التحول الإيكولوجي والاقتصاد الأخضر فيظلان خطابا بلا تدابير حقيقية. سيد رئيس الحكومة، هذه فقط بعض من إخفاقات حكومتكم، وتوجد أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها كلها، بما يستدعي فعلا تغيير سياساتكم في اتجاه تقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وجعل الإنسان فعلا محورا للتنمية. وفي سبيل ذلك على حكومتكم أن تأخذ بتوجهات مغايرة أكثر نجاعة، وأساسا منها بشكل مقتضب لا يهدف في هذا المقام إلى تقديم بدائل مفصلة، وهي بدائل موجودة في كل وثائق حزب تقدم والاشتراكية. إعطاء نفس ديمقراطي للفضاء السياسي وتنقيته من الفساد، الرجوع إلى توصيات النموذج التنموي الجديد، وتكريس دور الدولة المنمية لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي يقوي القدرات الإنتاجية لبلادنا ويضمن السيادة في المجالات الحيوية ويصون المرفق العمومي من التفكيك ومن توجهات الخوصصة، الاعتماد على تصنيع قوي وحديث وعلى نسيج المقاولات منظم وتنافسي ومسؤول ومدعم، ويتمتع بمناخ سليم للأعمال بعيدا عن الريع وعن تضارب المصالح، بما يكفل إحداث ما يلزم ويكفي من مناصب الشغل القارة واللائقة، إجراء إصلاح جبائي عادل وشامل على قاعدة القانون الإطار، المراجعة الجذرية للسياسات الفلاحية بما يجعل السيادة الغذائية والأمن المائي أولى الأولويات، إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية والإعمال الحازم للتخطيط الإيكولوجي في السياسات العمومية والعناية الحقيقية بالعالم القروي، تسريع إصلاح منظومتي الصحة والتعليم ارتكازا على المستشفى العمومي والمدرسة العمومية، التجاوز السريع للاختلالات التي تعيق التفعيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته ومعالجة وضعيات الإقصاء من الاستفادة، بلورة منظومة متكاملة وناجعة لإدماج الملايين الشباب الذين يوجدون في وضعية لا شغل لا تكوين لا تعليم. سيد رئيس الحكومة، قبل الختم وبالنظر إلى راهنية الموضوع، نتمنى أن تتعاطى حكومتكم مع حالة الاحتقان الاجتماعي ومع التعبيرات الشعبية الاحتجاجية المشروعة والمسؤولة وفق مقاربة الإنصات والحوار. وفي مقدمة هذه الحالات اليوم، الوضعية المتأزمة والخطيرة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة منذ 5 أشهر دون تحريك ناجع من حكومتكم أو تحرك ناجع من حكومتكم، وأيضا حالات الأساتذة الذين عرضتهم الحكومة للتأديب عقابا لهم على ممارستهم للحق الدستوري في الإضراب. وفي الأخير نتمنى سيد رئيس الحكومة أن تتفهم حكومتكم تركيزنا على النقائص في مقابل خطاب الارتياح المطلق، وأن تأخذ تنبيهات وملاحظات حزبنا واقتراحاته التي أوردناها في هذه الرسالة المفتوحة بإيجاز شديد بعين الاعتبار، بغاية تعامل حكومتكم موضوعيا مع الواقع وبأفق تغيير الاختيارات والمقاربات في اتجاه الإصلاح الحقيقي ارتكازا على ما حملته حصيلة حكومتكم
من إيجابيات، وتصحيحا لما تخللتها من سلبيات، لأجل الإذكاء الفعلي لعناصر الثقة والأمل في أوساط الأسر المغربية. مع خالص التقدير وصادق التحيات.